ايوه انت حضرتك بتاخد الامور خطوه خطوه، عايز ايه من البطوله؟ انت الاول عندك الخطوه الاولى هي ماتش الدهيل، صحيح. ما فيش، مش هركز بعديها، مش هفكر في اللي انا بعديها. بس حبيت ابتدي معاك من الجزئيه دي ليه، لانه انا فاكر زمان كان في حاجه اسمها البطوله الافرو اسيويه، يعني قبل تمام فكره كاس عالم انديه دي، فاكر كان بطل بطل افريقيا اسيا بيقابل بطل بيلعبوا بعض. اسيا على كاس اسمها الكاس الافرو اسيويه، ودي كانت بالنسبه لنا حتى في مصر هنا، لما اهلي او الزمالك او اي نادي مصري كانت بطولة بيلعب، كبيرة. كانت بالنسبه لنا بطوله مهمه جدا، تمام. وكان بيبقى في حاله فرحه في حال لو نادي مصري قدر يحققها. لما ابتدى على الفيفا كاس عالم للقارات كانت بطوله مهمه جدا، ومصر راحت ولعبت، صحيح ما يعني ما يعني يعني ما بس يعني يعني الظروف اللي حصلت ساعتها بالظبط، يعني. لكن برضو كانت بالنسبه للمصريين بطوله مهمه. حدث مهم. لما الاهلي جه شارك في كاس عالم الانديه، وانت بتتكلم على تاني اكتر نادي على مستوى العالم مشاركه في مشاركة البطوله، في بطولة العالم. وتاني اكتر نادي في العالم لعبا للمباريات في البطوله في دي، البطولة. حسيت انه في ناس بتحاول تقلل شويه من لا، ما فيش أي تقليل من البطولة، يعني أي حد يفكر يقلل من بطولة كأس العالم للأندية ده يبقى يعني إنسان محتاج يراجع نفسه شوية. يعني هي القصة كلها، أنت نادي بطل أفريقيا، بايرن ميونخ بطل أوروبا، يعني هو لو بطل أوروبا شايف اللي هي بطولة مش مهمة أو ملهاش أي أهمية مش هيفكر فيها ويعتذر عنها، أو الاتحاد الدولي نفسه مش هيفكر يعمل يقررها، مش هيفكر في تطويرها، مش هيفكر زي ما هو كان عايز يعمل يكبر الموضوع شويه في وده البطوله. هيحصل، ده وده السيناريو قائم. ما انا بقول البطولة في لحضرتك، احتمال انها هي تكون لو بطوله 24، مش مهمه او صح. بطوله مهمشه زي ما ايوه البعض بيحاول يقول، مش هيفكروا يطوروها ويحدثوها بالشكل ده. فاعتقد لا، هي بطوله مهمه، بطوله